ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. انا عارفه ان انا متغيبه عليكم بقالي كتير قوي 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 وما بنزلش فيديوهات كتير في قناتي، بس ان شاء الله الايام الجايه هنزل لكم فيديوهات كتير حلوه، وهتشوفوا في قناتنا كمان فيديوهات كتير جميله جدا جدا جدا. الفيديو اللي انا بوريه لكم دلوقتي ده مشترياتي للسفر لاول مره بره مصر. طبعا هتشوفوا طبعا بقى الاستوريات وتعرفوا انا مسافره فين وكده، بس دي اول مره اسافر فيها بره مصر. جبت مشتريات اخدها معايا وانا مسافره، عشان يعني بصوا هفهمكم حاجه، انا ما جبتش حاجات كتيره ومش هاخد معايا حاجات كتيره لان ناويه اشتري حاجات كتيره من هناك. فاشتريت حاجات على قد كام حاجه كده البسها واللي ينقصني اجيبه من هناك. بصوا عملت ضوافري في اقساط. المفروض ان دلوقتي الساعه 12 بالليل والطياره الساعه 10 الصبح، فاحنا المفروض هننزل من البيت الساعه 6 نروح المطار. ف هتنبسطوا معانا الايام الجايه كتير، انا متحمسه جدا للتجربه لان دي اول تجربه بالنسبه لي. مش عارفه بقى في الوقت ده انتوا هتكونوا شفتوا ولا لا، بس ان شاء الله هنكون في دبي. هقول لكم، لا مش هقدر ما اقولكوش، دي اول مره ليا اسافر بره مصر اصلا خالص، فالتجربه حماسيه بالنسبه لي. مش عارفه ايه اللي هتعلمه في السفريه دي، وايه الحاجات اللي انا هاخدها معايا هتنفعني، وايه الحاجات اللي مش هاخدها مش هتنفعني، وايه اللي المفروض يتعمل. كل ده هتعلمه هناك، لان اول سفريه البني ادم دي هي التجربه الحقيقيه بقى اللي بيتعلم منها كل حاجه. بصوا بقى، اول حاجه جبتها خالص في السفريه، بسم الله الرحمن الرحيم، شنطه. بصوا الشنطه دي شكلها حلو ولونها حلو. انا كنت عايزه، انا مش هجيب شنطه، بس انا اكتشفت ان شنطتي اللي كنت جايباها في اول جوازي بايظه خالص ومحتاجه بقى تتصلح وتتخيط وكده، فقلت هجيب واحده جديده اخدها معايا. المفروض ان انا ليا شنطتين على الطياره، كل شنطه 23 كيلو، فانا هاخد دي شبه فاضيه، عشان طبعا هجيب هدايا لبابا وماما واخواتي وعلي وتاليا وكل ده وانا جايه، فهيبقى ايه بقى؟ هبقى محتاجه شنطه ثانيه، هجيب شنطه ثانيه حلوه من هناك اخليهم عندي، لان زي ما قلت لكم بعد كده هاخد بقى شنطه مثلا فيها هدومي هدوم تانية، وشنطه فيها هدوم علي. يعني المهم الحاجات بقى اللي انا جبتها عشان اخدها معايا وانا مسافره والبسها هناك لحد ما اجيب من حاجات هناك شوبينج كده من هناك. هوريكم دلوقتي كل الحاجات اللي انا جبتها. اول حاجه جبتها الطقم اللي انا هسافر بيه، طبعا ده هيبقى خلاص انا لبسته، فمش يعني هبقى خلاص لابساه مش هحطه في الشنطه. بصوا انا جبت حاجه مريحه قطن، ده سويت شيرت جبته من منين؟ ده منين؟ ده من ال سي، من ال سي. بصوا بس مش عارفه ايه البراند دي الصراحه اللي هي مكتوب عليها، انا مش عارفه، هو اول مره اجيب حاجه من ال سي مش مكتوب عليها ال سي. بصوا هو البراند دي، اكتبوا لي بقى في الكومنتات. التيشيرت ده اهو، وهو التيشيرت لوحده والبنطلون قطعه لوحده، فانا وفقتهم كايه؟ كزي ترنج. اولا مريح، المسافه من هنا لهناك حوالي 3 ساعات وربع، فانا بحب البس حاجه مريحه تريح. تمام تمام. تاني طقم جبته، الطقم ده يعني انا ده هوصل اكيد هناك بيه، فاحتاج ان انا اروح اخد دش واغير هدومي وكده، وطبعا هقول لكم كل التفاصيل في قناتي انا واحلام. جبت الطقم ده، ده قلت اول ما اوصل هناك ان شاء الله البسه وانزل لو هتسوق، لو ناقصني حاجه، لو عايزه اجيب حاجه يبقى معايا طقم موجود. بصوا ده كده تي شيرت وليه البنطلون بتاعه. بصوا عامل كده وليه فتحه كده من هنا، الفتحه دي انا دلوقتي هبعت اقفلها شويه لان هي بصراحه مفتوحه قوي. فده البنطلون زي سوت كده يعني على بعضها، انا بحب الحاجات دي وحاجات بالنسبه لي مريحه. تمام تمام. جبت ايه بقى تاني؟ جبت طقم تاني، انا ما كنتش هجيب تاني بس انا لقيته صدفه قدامي بصراحه فجبته. استنى بقى مش لاقيه التيشيرت بصراحه. ده تاني تيشيرت، الله، هو انت جواه ولا انت ايه؟ طب استنى يا جماعه شوفي التيشيرت بتاع البنطلون ده فين؟ قلت لكم تاني يا جماعه، بس كنت بدور على باقي البنطلون اللي انا مش لاقياه. بصوا بقى جبت ده، ده بنطلون برضو من ال سي برضو، بس برضو نفس البراند دي، مش عارفه ايه البراند اللي ال سي جايبين منها دي. ده بنطلون كده زي بنطلون ترينج، وجبت عليه السويت شيرت ده،
برضو واسع وطويل ومريح وقطن. بصوا الصراحه انا فكرت ان انا هرجع بيه، يعني انا قلت لنفسي انا السويت شيرت ده الطقم ده ارجع بيه لان هو مريح وشكله حلو، عجبني بصراحه حبيته. كده واخده معايا ايه بقى؟ ثلاث اطقم. اخر حاجه بقى بصوا ثلاث اطقم، واحده اروح بيه، واحده ارجع بيه، واحده انزل بيه في اليوم اللي مش هكون اتسوقت لسه. والبلوزه دي فقط لا غير، البلوزه دي انا جبتها من ال سي اهي، بلوزه قطن. انا ما اعرفش الجو ايه هناك، بس طبعا احنا لما سالنا قالوا لنا ان الجو حر وبالليل بيبرد شويه، فكده ممكن نحتاج معانا مثلا شال خفيف حاجه كده. فانا هشوف اي شال عندي في البيت اخده معايا. في حاجه كمان ممكن اخدها وممكن لا، ده كاردي كنت جايباه السنه اللي فاتت وما لبستوش ولا ما انا مالي بكلمكم من فوق قوي كده ليه، ما لبستوش ولا مره يعني لسه جديد، بيبصوا بالتيكت بتاعه اهو، فقلت ممكن اخده معايا. بص هو فيه زي تشجيره كده، قلت ممكن اخده معايا واجيب تحته شميز ابيض، انا ما عنديش شميز ابيض، اجيبه من هناك واخد معايا بنطلون ابيض. ده اللي انا فكرت فيه. بس جبت ايه تاني؟ بصوا طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي حوالي اربع سنين اهو، داخله في اربع سنين متجوزه، ولما اتجوزت ما كنتش عامله حسابي خالص ان انا اجيب ترنجات بكم او ببنطلون او كده، كنت بجيب مثلا نص وبنطلون. انا ما اعرفش الجو هناك ساقعه ولا لا، يعني مش عارفه بصراحه. فانا قلت هجيب كام بيجامه بكم، قط بكم، صيفي بكم. والله الجو حر اديني لابساها والتكييف شغال، ايه الجو ساقعه اديني لابساها والدفايه شغال. فجبتهم بصراحه، وانا محتاجاهم عندي كمان في البيت عشان فتره الخريف، يعني هاجي استخدمهم كمان في لبس البيت. البيجامات في ال سي تحفه وعليها يعني بالنسبه والله الاسعار بره حلوه، يعني دي قطن كده بالبنطلون بتاعها. بصوا اهي دي اول واحده جبتها، انا جبت ثلاثه حلو حلو اهو، وجبت الشكل ده كمان، كل دول من ال سي اهو. انا خايفه اروح هناك اتسوق برده من ال سي، انا مش عارفه اعمل ايه في البنطلون بتاعها. قطن حلوه قوي يعني بصراحه، خامتها تحفه وسعرها حلو، يعني في خصومات حلوه على البيجامات. بصوا دي كمان اهي، وده البنطلون بتاعها بس كده. دول ثلاث بيجامات انا جبتهم اخدهم معايا. حلو وخلاص، دول الحاجات اللي انا هحطها في الشنطه، وحاجتي بقى شويه ميك اب، شويه بارفان، ديزورانت، مش عارفه ايه، شويه توك بس، مش هاخد حاجه تانيه. دي بندانه بيضه جبتها، طبعا انا معايا كذا بندانه جداد فهاخد كذا واحده معايا وكذا طرحه معايا. جبت الشرابين دول من كوتونيل، جبت واحد ابيض واحد اسود وهاخد واحد معايا. تمام تمام. بصوا بقى جبت الشنطه دي، شنطة سودة، هي فيها دراع كروس برضو من جوه. بصوا دي جبتها منين؟ من بيكسي اهي. طبعا هتشوفوا كل الصور بقى على الانستجرام وكل الاوتفيت. بصوا انا هاخد معايا شنطتين وجزمتين، احتاجت هناك اجيب. طبعا جبت الشنطة دي برضو من بيكسي، فيها ايد كروس. الشنطة دي انا هسافر بيها، ما لقيتش شنطة من اللي انا بحبهم اللي هي سبورت قوي، فهشيل الدراع ده. حلو، مش عارفة هشيله ازاي، هشيله واعمل فيها دراع كروس والبسها كده، احط بقى فيها الباسبور، فلوسي، اوراقي، بطاقاتي، حاجاتي. تمام تمام. طبعا انا ما كانش عندي كوتش ابيض بصراحه غير الكونفيرس، فكنت نفسي اجيب كوتش ابيض حلو اسافر بيه وارجع بيه واتفسح بيه. هتشوفوه كتير قوي بقى، والكوتش ده هيعمر معانا شويه. الكوتش ده انا جبته من بيكسي برده، هيليق على كل الترنجات اللي انا ايه هلبسها، ولو اني والله ما يعني ما بحبش الشكل ده في الكوتشيهات، او تاني كوتش في حياتي اجيبه الشكل ده، بس هو شكله مختلف وشكله رياضي وكده. وجبت مقاس اوسع شويه عشان يريح رجلي، يعني انا بلبس 39 40، جبت ده 41، واسع كده وحلو ما يبقاش زانق رجلي ومضايقني وكل الكلام ده. هي دي كل الحاجات اللي انا جبتها اخدها معايا في السفر.
نصهم هلبسهم وانا رايحه. وطبعا انا كده مش هجهز معاكم بقى الشنطه، لان هي الشنطه لسه جديده، وهي دي الحاجات اللي هحطها في الشنطه. الحاجات بقى اللي هاخدها معايا زي ما قلت لكم الحاجات العاديه، ملابسي الشخصيه، كوتشي كمان زياده، بس مش هاخد حاجه ثانيه، وشويه ميك اب وكده. اكتر من كده مش هاخد. انا قررت ان انا اشتري حاجات من هناك، لان هنا اصلا الدنيا صيف، الدنيا شتاء، وهناك الدنيا صيف، فهجيب لبس صيفي من هناك. طبعا هتشوفوا بقى الشوبينج والحاجات اللي هجيبها والحاجات اللي هشاركها لكم. عايزاكم تدعوا لي ان انا في الوقت ده وانتم بتشوفوا الفيديو ان شاء الله اكون وصلت بالسلامه. مش عايزه بقى كومنتات تضايق، مش عايزه كومنتات انتقادات ولا كل الكلام ده. عايزاكم تكونوا لطاف الطف حاجه، وتكونوا جمال اجمل حاجه، وتدعوا لي ان انا ربنا يوفقني في حياتي. وطبعا تجربه جديده بالنسبه لي، اول حاجه، اول مره هعملها. ان شاء الله الف العالم كله معاكم يا اولاد، وافرحكم وابسطكم ونبل الشربة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. استنوا بقى الفيديو الجاي يكون حاجات جميله، واستنوا رجوعنا، واستنوا زيارتنا، واستنوا لفتنا، واستنوا كل الحاجات دي، عشان انا متحمسه قوي. ايه رايك في ضوافري؟ متحمسه جدا قوي موت خالص. يلا باي باي.